كلنا عايزين نسمعك يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. هكذا تقول كل أهل القراء وكبار القراء ويصلون على أنفسهم شاكرين لفضيلة الشيخ علي أيوب. والآن تكون التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ سامي خفاجي القارئ بالقصة العربية وعبدالقيم بلخيس. ندعو الله له بالتوفيق ولنا بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا. Ugh.
الشيخ عربي والشيخ الدكتور رمضان. Oh.
تفضل يا سلام يا سيد. اهلا. فعلى عليك يا مولانا غمزه وعيد السناره لا لا عليك.
ولا تعقلوا عليك عليك يا شيخ سعد لا اخر الليل من النهار كده عليك تأخذونه هدى وضلالا
خلاص يا سيدنا بلغتك ازيك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا بركه انا شايف حاجه حبيبي نور يا سيدنا ربنا ما يخليكش يا ابني بتاع النادي حللهم وبعدين ناكل فطيس وراه بس فات من التحريم ابو غلط شغله الحريم طويله مش هتنفع قال لي يا شعيب وكيف ماشي ولا تنكحوا
يختصر في القراءة. يلا يا شيخ. النداء الاول والنبي عشان خاطر الشيخ مؤمن التحذير الاول تحذير السفوي ده اي شيخ ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد سلف القران يحفظ كرامه المراه في إعدادها لكل شيء حتى في النكاح. ما تقعد على كرسي تاني بقى. أسلم وأنت قاعد أنت مالك. توقفك الطيور في السماء. أمر كبير صحيح ما تقومش. أقعد سلم وأنت قاعد. واشتاق الجميع إلى زمزم لأنه خير الماء. أقول لك عشان ما شفتهم لك العمود والنمرة. انطلق. وقارئنا تلا علينا بإتقان وإصغاء. لما تيسر له من سورة النساء. طلع علينا أخبار الشيخ سامي عبد السلام أفاجي المقيم بالفيس مركز أبو حباب. أحبتنا الكرام المكان مكان القرآن كل شيخ كده يسجل نفسه شفت فينا من الأول واختصر شيخ بالصراحة والليلة تسمع الأحباب من كل مكان واحنا لو حبينا نسمع كل الموجودين ان شاء الله مش هتكفينا لله فانا عايز كل قارئ بعد يمسي لازم يطلع على الدكه ما يزيدش عن 10 دقائق عشان نسمع اكبر حاجه ولا يعرف الواجب الا اهل الواجب ولا يفرز الواجب الا من اهل القران جعلني منذ قليل بحضور السيد المستشار عادل العزوز هو مش هينفع هو هيروح دلوقتي لان شايف المكان مش مناسب لحضرتك هو معروف هو فارس كلمه وانا مش هكلمه لحضرتك انت مش شايف المكان مناسب لحضرتك عشان نتعلم سويا لا والان بصحبة فضيلة مولانا الشيخ أيمن عيسى حطيبة المقيم بالحطيبة مركز أبو حماد يتفضل بشرف. أنت محمد خد كرتك. عليك يا سيدي.